وللحديث أكثر عن ارتفاع أعداد المصابين بمرض السرطان في محافظة البصرة والإهمال الحكومي حيال هذا الموضوع، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. ارتفاع غير مسبوق بأعداد المصابين بالسرطان في محافظة البصرة، مركز الأورام السرطانية يتحدث عن 190 إصابة شهرياً، ما الذي يمنع الحكومة اليوم من معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الإصابة بهذا المرض الخطير؟ شكرا جزيلا للاستضافة. والحكومة الحالية غير معنية على ما يبدو باهتمامها بصحة العراقيين، خصوصا محافظة البصرة، هذه المحافظة التي شهدت الكثير من التحديات والتهديدات التي طاولت سكانها، وبالتالي عزفت على تقديم هذه الخدمات لهؤلاء الذين يعانون، خصوصا وأن هذه التداعيات انعكست سلبا على أوضاع أهالي البصرة منذ العدوان الأمريكي عام 91 وحتى الآن، خصوصا وأن هذا تداعيات هذه الهجمات متواصلة وتؤثر سلبا على أوضاع العراقيين في البصرة. نعم، أيضا في هذا الإطار، هل تقييم الحكومة للخدمات الطبية يتوافق مع واقع الصحي للمحافظة؟ ولماذا تتصاعد اليوم شكاوى أهالي البصرة من هذه الأمراض وارتفاع نسبها؟ الحكومة وممثلة بمجلس المحافظة في البصرة يبدو تصم آذانها عن الشكاوي والدعوات التي تدعو إلى تقديم العون الصحي للمصابين بهذه الأمراض السرطانية، وهذا الإهمال وهذا التراجع الحكومي انعكس سلبا على صحة هؤلاء، لأن الحكومة الحالية وتحديدا محافظة البصرة غير معنية على ما يبدو بصحة أهالي البصرة في هذه الفترة. لماذا يشعر أهالي البصرة أن هذا الإهمال الحكومي هو إهمال مقصود رغم كل الموارد التي تتمتع بها محافظة البصرة؟ ولماذا يغيب التقسيم العادل للثروات في العراق؟ هذا التقسيم غائب فيما يتعلق بنهج الحكومة المركزية والمحلية. البصرة التي تنتج أكثر من ملايين البراميل النفطية، وبالتالي هي التي تؤمن موازنة العراق بنسبة 80%، بينما هذه المحافظة مهملة أصابها التصحر في كل المجالات، وبالتالي صدت عنها الحكومة، خصوصا وأن المطالبات تأتي وتتصاعد من أجل وضع حد لهذا التداعيات. اليوم التقارير الأجنبية تشير إلى أن مرض السرطان أصبح ينتشر كمرض الإنفلونزا بسبب شركات النفط العاملة في محافظة البصرة، لماذا لا يجري مراجعة العقود لشركات الأجنبية وإجبارها على الحفاظ على البيئة، إضافة إلى مسؤوليتها الاجتماعية والطبية عما تتركه من آثار كارثية على البصرة وسكان البصرة؟ الشركات الابتكارية التي تنقب وتنتج وتصدر النفط العراقي لا يهمها صحة أهالي البصرة، ولكن يهمها المبالغ التي تحصل عليها، وبالتالي موضوع الصحة وتأمين المناخ الصحي لأهالي البصرة هو خارج سياقات هذه الشركات الاحتكارية التي تزعم أنها تدعم العراقيين وبالتالي تنتج النفط وتسوقه إلى الخارج، ولكن بكل الأحوال إنها تؤثر سلبا على صحة أهالي البصرة منذ عقود. أيضا يعني ماذا عن المسؤولية الاجتماعية للحكومة؟ اللجنة المالية النيابية تتهم البنك المركزي باستغلال معاناة مرضى السرطان، وذلك عبر استحصال فوائد تقدر بنحو 10% من القروض التي يأخذها المواطنون لغرض أخذها للعلاج. يعني هذه الحكومة مقصرة بكل الأحوال، لأن بدلا من أن تمنح المبالغ والعينات والأدوية إلى هؤلاء المصابين بالسرطان، تراها تأخذ نسب محددة فوائد على هذه الأموال. هذا تقصير وانهيار، وبالتالي غض النظر عن صحة العراقيين، لأن ما يجري على الأرض هو شبه كارثة يعاني منها أهالي البصرة.
يعني عوضا عن توفير مستشفيات تؤمن العلاج لمرضى السرطان، وعوضا عن توفير هذه الخدمات، يعني تعطيهم قروض وعلى هذه القروض تأخذ فوائد عالية نسبيا بالنسبة لمن يعانون من هذه الأمراض والتكاليف العالية للعلاج. نعم، تقصير حقيقي من قبل الحكومة، لأنها تفرض رسوما وأيضا من أجل هذه القروض، وهي بالتالي تؤثر سلبا على صحة هؤلاء، وهم بالتأكيد من الطبقة الفقيرة يعانون ما يعانون، ولكن الحكومة وضعت هذا الشرط لدعم هؤلاء المساكين. نعم، من عمان الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ أحمد صبري، شكرا جزيلا لكم.